ليلة اللي المجموعة نتاع 34 خرجوا من رمادة كانت ليلة صادمة. ممكن هي كل شيء كان على غفلة، لحظة الغفلة هذيك هي اللي صارت فيها معناها الحادثة هذه. خرجوا بعد في صلاة التراويح يمكن في الركعة الثانية كانت عندهم إشارة مشتركة معناها بينات بعضهم، والناس كلها المجموعة اللي خرجت كان بينها حاجة مشتركة. لتو ما فهمناش شنو. واحد أنا من الناس اللي نعرفهم كان يوصل في جده على كرسي، على كرسي متاع معاق، خلاه في ثنية، والحسب ما سمعنا هو خلط تخلوط ما كانش مبرمج. كيفقنا مع بعض السحور أنا سمعت، بديت نسأل شكون مشى، يسموني في الأسامي منش مصدقة، يعني من كل عائلة في الحومة فما زوج إخوة، فما أولاد عم، أولاد عمة، أولاد خال، يعني فما شان كاملة. فما شكون الراس الكبير معناها خرج بمرته أنسانت، يعني تخيلوا شنو هو يخلي مرأة أنسانت تمشي تتبع رجلها وتخاطر بالصحة متاعها بصحة صغيرها مع رجلها. يعني هذية إلا ما تكون حاجة مقتنعة معناها الناس مدمغجة على الأخر. بالنسبة لهذية قريب الأخرى صغير يقرأ في الليسي، حتى شيء ما يبين عليه لا لحية لا حتى شيء، شوف إنه في المدة الأخرانية تبدل شوي معناها مقتنع، ما يقولش داعش كيفنا يقول الدولة، الكل هتقول الدولة. ليلة اللي باش يخرج عادي تفرج على المسلسل، تحكى مع أخواته، عمل الجو، شرب كاستي، آخر حاجة خذها شرب كاس ماء وخرج. من خرجة هذيك ما عادش يرجع. بعد الوقت اللي أنا يسمولي في الأسامي تلمو مصدومة، بديت نسأل في أمي، خوتي خرجوا معاهم، بديت نسمي في أخواتي على أساس أنا نستنى تصدمت تهسترت، على خاطر أنا اللحظة اللي كنت فيها نسمع في كلام برشا البرة، أما ما انتبهتش اللي هما كانت خرجة متاع ناس مش الداعش مش الموت متاعها. بعد فترة سمعنا اللي كل مرة يجي خبر موت ويقيم العياط، وواحد أول عيد ديركتو معه خاطر هما مشاو في رمضان ديركتو معه العيد. العيد كان بالنسبة لنا هذاك أخي بعيد في رمادة، خاصة في الحومة متاعنا كان معناها باش تمشي تعيد، هو نورمالمون تاع عيد فرحة ما تنجمش تقول عيدك مبروك. علاش؟ خاطر الدار اللي تدخلها تلقى فيها عذاب، تلقى فيها ناس تبكي، ناس لابسة بالأسود، وناس تقبل في العزاء في صغارها. بالنسبة ليهم هما حتى يموتوا من بعد، حتى يجيهم أخبار الموت سيء ولدها خرج مات بالنسبة ليهم. معناها ما نتصورش فما إحساس أخيب من إنك حد يقرب لك ولد حومتك، تلميذك اللي في يوم ما كنت يضحك معاك يقول لك أنا فما تلميذ صدمني، كان قبل يقول لي دقلوشة، معناها تلمو أنا يحبني على الأخر أستاذته. وفي فترة ما يوصل معاش يقول لي سلام، وبعد مشي سمعت به وسمعنا أخبار إنهم برشا منهم ماتوا. ما نعرفش ممكن خاطر كي ما تشوفش الجثة قدامك ما تنجمش تصدق اللي هو مات، أما برشا منهم وصلت تصور متاعهم فيه أكياس الموت، تصورهم ناس كانت تحضر في عروساتها، مثلا مجموعة الخمستاش فيه مشكون نعرفه تحضر في عرسه باش يعرس خطيبته بخطيبته، خرج سيب كل شيء، إنسان تجيب في موبيلته يحضروا له في عرسه، يخرج يخلي داره باللي بيها، يخلي أمه تبكي مريضة بالدم والسكر. يعني من عايش شنية العقيدة اللي خلتهم، شنية الشيء اللي خلاهم يوصلوا المرحلة هذه. ممكن تساؤلاتي هي تساؤلات إنكارية، أما بالأكيد فما سبب، وإحنا نعرفوا الأسباب ونعرفوا السياسة ونعرفوا كل شيء شنو اللي خلى رمادة تتبدل من منطقة قبل كنا نمتازوا بأحسن المعادلات، أحسن الناس اللي تخرج من غادي، خيرة الشباب متاعنا في برشا بلايص، إلى معناها منطقة تو خايبة ولت منعوتة بداعش. احنا لو جعليه تو ممكن نحلم به انه تتغير المنطقة ذي، الناس اللي مشت سيئة مشت ذيك مشت على روحها معاش ترجع، حتى كان رجعت معاش في منها امل. الحل الوحيد انه ننقذ بقية الناشئة متاعنا
صغارنا الاخرين من هالكابوس اللي خيم علينا، خيم على تونس كامله مش كان على رمادا.